حزن. خير شوبي؟ شو بك؟ دكتور هذا اجى احمد، هذا احمد الفقير. نحن اكلنا ما بيكفي، بده يجي ياكل، هذا فجعان. شو؟ معك حق. اتسمع لك رح تحط السموشه. لك اهلا ابو احمد، كيفك؟ والله الحمد لله بنشكر الله. كيفك انت احمد؟ والله الحمد لله بنشكر الله. ابو حميد تفضل اقعد معنا. اكلتوا انتوا؟ نحن اكلنا بالبيت، جينا هون نشرب فنجان قهوه ونروح. صح وغلط، انا بستاذن. وين رايح؟ والله يا ابو سعود وراي شغل، بس بدي اخذ السندويشه واروح على الشغل. وعليكم السلام. يلا هلا دقيقتين بيروح، بس يروح احنا بناكل. ايه تمام تمام. ليكو راح. هاي الأكلة شلون يعني ما في؟ صديق دفع. شو؟ الشاب اللي كان واقف هون هو اللي دفع؟ ايه. نحن رفضنا الطعميه معنا وخبينا الاكل عنه، هو دفع حق طاولتنا؟ مشان نحن حقيرين وخبيسين. مشان الله بكفي بكفي. نحن طلعنا العتبال، نحن طلعنا الوسخين، رفضنا الطعميه معنا، هو دفع حق طاولتنا. الله يلعن الشيطان، طمع ضر ما نفع. قوم هلك. أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وأن طعام الاثنين يكفي الأربعة، وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية.